تري ولعبوا بسرعه من ورا الانتري، غابت الاجابه من فريق مونغولز. يعني كل اللاعبين يصير المسك بيهم في يعرف في 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 مواقع، في في مراحل، في حركات اللي يستحيل فيها الاجابه على منافسهم، بالضبط كما صار في هذه اللحظه لسنزو اللي المستوى نتاعه ونجاعته والخطر اللي كان يقدمه غاب تماما في هذه الجيم. وفيوريا لنا بخطابتها قاعده تاخذ في وقتها كفريق لحد الان خطير، يقول لك نلعب وقت الصبر وهذا اللي مكنني من ايجاد النتيجه، وهذا اللي يصير ثلاث كيلات في لمح البصر. شوف الترانزيشن، شوف الانتقال، سرعه الانتقال وخطوره هذه الحركات الانتقاليه اللي قدم فيها فريق فوريا. ومونغولز بلاعبين فقط، كل واحد فيهم ماسك الديجل، ما عندهم حتى امكانيه للاجابه. بليتس 33 هيت بوينت سائق في الحياه وسائق في الراوند القادم، لكن بليتس سيقول في الحياه هي اللي انتصرت في هذا الحوار. فولا يعاقبه مباشره يعني بالكيل عليه بالاي في بي. بليتس الوحيد على قيد الحياه، لكن الامور صعبه وصعبه للغايه كما قلنا. يعني الراوند لصالح هذا الفريق فوريا اللي الى حد الان سامحوني نعاود نقولها، لكن هو اللي متمسك بزمام الامور، هو اللي قاعد يقود في هذا الجيم. ونتصور انه مونغولز لازم يعدلوا الدفه، لازم يفتكوا الراوندز اللي قاعدوا، لكن والا باش تكون الامور كارثيه يعني في الهاف الثاني، مش تكون صعبه وصعبه للغايه. يلا عوده للمباراه نتاعنا، متبقين تو راوندز. 19 عنده ليفي بي نتاعو، باش يحاول انه ياخذ بيك اجريسيف على مستوى الميد. شوف يعني البيك هنا ولا اروع، لكن في نفس الوقت العديد من البلايرز موجودين على مستوى الاوتسايد. فولن بالكيل و19 بالكيل وتشيلو كذلك بالكيل. وبالطبع العمليه ما زالت متواصله، وكاسيراتو يتعرف على موقع سنزو في الفيك فانتو مره اخرى. حركه سريعه عرفت يعني على طريقه الكوماندو، عارف يدخل يلا ينظف السايت مع السلامه. وشوف لنا الفوضى العارمه الموجوده نتصور في اذهنه تكنو ومازينيو، يعني شنو قادرين يعملوا، شنو قادرين يقدموا، يعني قاعدين ما هم قادرين كان باش يسووا يعني. خليني نبقي على سلاحي للراوند القادم، ممكن اكزت. هذاك شنو كنت نقول لك سيف، حتى الاكزت ما فيش حل حاليا، لانه الايكونومي بتاع هذا الفريق فوريا عاليه وعاليه جدا. ذكروا انهم ربحين العديد من الراوندز على التوالي، وهنا ما باليد حيله، قاعدين يعني يتفرجوا على هذه الخساره، لكن في نفس الوقت نتصور انه ينجموا يستعملوا النقائص الموجوده لصالح اللي عند هذا فريق فوريا في السيتي سايد نتاعهم ان شاء الله، لانه نحب نكملوا نشوفوا اكثر راوندز، بزيد راوندز نجم نقولوا في هذا الجيم. يلا ما يذكركش هذا السيناريو نوعا ما بالجيم الفارطه بتاع فريق فوريا في نيوك؟